ليلة من ليالي باريس الممطرة، هكذا كانت لتوصف ليلة 17 من أكتوبر 61، ممطرة وفقط. إلا أن فرنسا قد اختارت أن يكون هذا التاريخ عنواناً لمجزرة جديدة في تاريخها الاستعماري. يومها خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى شوارع العاصمة الفرنسية في مظاهرات سلمية تنديداً بممارسة فرنسا العنصرية، ورداً على حظر التجول المعلن في 5 أكتوبر ضد مسلمي فرنسا الجزائريين بهدف تضييق الخناق على تنظيمات الثورة. مسيرة حاشدة جاءت استجابة لدعوة فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي قلبت الطاولة على المستعمر في عقر داره. مظاهرة سلمية قوبلت بأبشع الطرق بعد أن أعطى موريس بابون رئيس شرطة باريس الضوء الأخضر لرجاله بقمع الجزائريين. أعمال عنف أسفرت عن حوالي 400 ضحية، آلاف الجرحى والاعتقالات القسرية إلى جانب مئات المفقودين ألقي بهم في نهر السين مكبلي الأيدي والأرجل في واحدة من أبشع صور اللا إنسانية في التاريخ. ليلة 17 أكتوبر 61 حين عانقت مياه السين أرواح الجزائريين في رحلتهم إلى السماء، كانت فرنسا الاستعمارية تغرق في نهر العار بعد أن رسم بابون مشهداً لا زال يصنف في سجلات أعنف قمع شهدته أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر.